السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم شي واد حبيب الغاوي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد الكوكيز هذا اللي كيجي اكثر من رائع. واحد الكوكيز اللي هو صحي ولذيذ ومقرمش بالشوفان والدقيق الكامل والمكسرات. صراحة واحد الكوكيز اللي هو غني وكيعجب بزاف الوليدات وحتى الكبار، وكيجي هشيش كيف ما شفتوا معايا في الصورة. كيجي واحد الكوكيز اللي هو خفيف بزاف من الداخل. المهم البنات، غادي نبدا معكم الوصفة. في اناء وضعت بيضة يعني حجم كبير شوية، ضفت عليها واحد الكأس ما عامرش، يعني الا بغيتوا تعبروا بالكأس ديال العنبة، يعني كنديروا ما عامرش الكأس، يعني فقط كيفوت واحد النصف ديال الكأس مع الساشي ديال الفاني مع رشيشة ديال الملح. غادي نطربوا الكل جيدا. بالنسبة للمقادير غادي نحطها لكم في صندوق الوصف مضبوطة. وهذا شوف هذا الكوكيز اللي بالشوكولات، ممكن انكم توجدوه بلا شوكولات، يعني كديروه بحال هكا، يعني نفس المقادير نفس الطريقه، فقط ما كديروش الكاكاو الساشي ديال الكاكاو. وحتى المكسرات اللي ما عندكمش راه كتكتفيو فقط بالشوفان والدقيق. القمح الكامل صراحه كيجي واحد الشوفان، واحد الكوكيز اللي هو رائع بزاف. المهم عفوا، هنايا طربت البيض مزيان مع السكر مع رشه ديال الملح مع الفاني. هنايا غادي نضيف واحد الكاس يعني ديال الزبده مخلطه مع الزيت، يعني تقريبا كندير 100 غرام ديال الزبده، كندوبها وكنضيف الباقي ديال الزيت حتى كيعمر لي الكاس، باش كتحصل على واحد الكوكيز كيكون لذيذ وكيكون هشيش. خاصه الزبده تكون نوعيه ممتازه باش كتحصلوا على واحد الفرق ديال انكم حضرتوا الكوكيز يعني نفس المذاق بحال اللي كناخذوا يعني الجاهز. هنا غادي ندير واحد الكاس ديال الدقيق الكامل. انا شفتوا معايا الدقيق راه بالنخاله ديالو ما غربلتو ما حتى حاجه، يعني كيف ما طحنتو في الطاحونه استعملتو هكاك يعني بنخلتو صافي. هنا غادي نستمر. عندي هاد الكاس هذا راه العبار دائما بالكاس ديال العلبه ولا اي كاس يكون عندكم، المهم غير يكون شويه كبير كيوزن تقريبا بحال ديال العنبه. هنايا ضفت واحد الساشي ديال الكاكاو مع ساشي ديال الخميره 7 غرام. ممكن انكم تضيفوا معلقه ديال الكاكاو اللي عندها هذاك ديال العبار، كتضيف غير معلقه. انا صراحه دائما كنفضل هذا تيكون فيه واحد شويه ديال المذاق زوين، وكاين حتى ديال العبار. ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد النوع اللي كناخذ، واخا شي شويه غالي ديال العبار، ولكن فيه واحد النكهه خاصه ديال النكهه ديال الكاكاو، يعني بحال اللي كناكلوا الشوكولات وحتى في الريحه ديالهم اللي كنشموا. المهم هنايا البنات درت 3 د المعالق كبار عامرين ديال الشوكولات ديال الكوكيز، تقريبا واحد 40 غرام مع 50 غرام ديال المكسرات. درتها بين اللوز والقرقاع، ما حمرتهم ما والو، الا بغيتوا انكم تحمروهم واحد شويه صافي. هنا كنضيف الشوفان. بالنسبه للشوفان هنايا درتو صحيح، الا بغيتوا انكم تهرمشوها ولا ديروا الشوفان اللي هو رقيق لكم الاختيار. انا استعملت هذا واخا شي شويه عذبني في تشكيل، يعني كيكون شي شويه كيتفرتت، ولكن معليش. الى البنات بانت لكم العجينه يعني دوزتوا فيها داك الشوفان ولا جاتكم قاصحه، راه كتضيفوا شويه ديال الحليب غير جوج معالق. ها هي العجينه ديالي، كندهن يدي بشويه ديال الزيت وكناخذها وكنشكلها بهذا الشكل. هذا هو القوام اللي كنتحصلوا عليه. غادي نشكلها على شكل يعني كويرات صغار وكنبسطوهم. الا ما بغيتوهمش يجيكم غلط، انا دائما كنحاول انني نبسطهم ويجي الكوكيز ديالي يعني بحال هكا اللي شفتوا معايا في الصوره. صافي هذا هو الكوكيز ديالي، كنديروا بحال هكا، يعني الا بغيتوا انكم ديروا فقط واحد الكميه قليله ديال الشوكولات حتى الاخير، وكتضيفوا دوك الحبيبات من الفوق. ولكن هذا اللي كيكون بالشوفان كيكون شويه باش صعيب باش كيدخل فيه داك الشوكولات، داكشي باش كنديروا في الاول وكنكتفي بهذه الطريقه هذه. صافي غادي نستمر البنات حتى غادي نشكل الكوكيز ديالي كامل بداك الطريقه. دائما يدينا راه كندهنوها بالزيت لان راه كيلصق هذا الخليط هذا.
انا يعني دائما البنات كتحاولوا انكم تضغطوا عليه واحد شويه باش كيجيكم داك الشوفان لاصق مع بعضياته. هنا يعني كيف ما كتشوفوا معايا كيكون هذا هو الشكل ديالو. بعد ما كنشكلو كنوضعو في اللاطه اللي غادي ندخلها الفران بهذا الشكل هذا. والفران دائما راه كنسخنو من الفوق لتحت وكنقص عليه العافيه وكنخلي فقط من الاسفل حتى كيبان لي داك الشوفان راه طاب وجمع راسو اولا ديك الكوكيز. صافي كنشعل ليه من الفوق كيتحمر واحد شويه وكنخرجو كيكون بهذا الشكل هذا. كيجي الكوكيز ديالنا رائع رائع بزاف. هذا بالكاكاو بغيتو انكم ديروه يعني عادي راه كديروه كيكون هذا هو الشكل ديالو. كيجي لذيذ بزاف ومقرمش والاهم انه صحي وكيعجب الوليدات ومخدوم بالزبده اللي هي زبده حيوانيه كتعطي واحد المذاق اللي هو رائع بزاف. المهم هنا غادي نقسم معكم وحده باش تشوفوا كيفاش غادي يجي بعد ما غادي نوضعوا في الطبق ديال التقديم. هذا هو الشكل ديالو. هذا هو اللون ديالو الاصل البنات راه داك اللون شي شويه مع الضو كيبان بحال هكاك يعني بحال اللي شهب. هذا هو الشكل ديالو. شوفوا معايا كيفاش كيجي وكيفاش كيجي مهوي من الداخل ومقرمش وشيش. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم وتشاركوا الوصفه مع الاصدقاء والاحباب باش تعم الفائده. صراحه واحد الكوكيز رائع مقرمش ولذيذ بزاف يعني دغيا كيتكال هذا الكوكيز هذا. فكنتمنى انكم